السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. لو عندك طبعة موديل HP Laserjet برو 400 اللي الشاشة بتاعتها تاتش، وبعد ما خلصت الإعدادات بتاعتها وتظبطها عايز إنك تقفلها بكلمة سر علشان مش أي حد يقدر يعدل في الإعدادات دي تاني، في الفيديو اللي معانا النهاردة هنتعلم ازاي نعمل حماية بكلمة مرور للطبعة HP Laserjet برو 400. فتعالوا بنا نشوف هنعمل كده ازاي. دي الطبعة HP موديل Laserjet برو 400. هنضغط على أيقونة السيتاب منيو وهنختار سيستم سيتاب أو سيت أب، وهنضغط على السهم لتحت علشان نختار الأدمينستريشن، ومنها هنختار برودكت سيكيورتي وهنختار أون. هيطلب مننا ان احنا ندخل باسورد، هنختارها ارقام علشان تكون سهلة، واكتب الرقم اللي انت عايزه. انا كتبت 123 وهدوس اوكي وهكونفيرم الباسورد. نفس الباسورد هعيده تاني 123 وهقول اوكي. كده احنا عملنا باسورد على البرينتر. علشان نتأكد هندوس على أيقونة السيت اب منيو واختار مثلا النتورك سيت اب، هتلاقيه طلب منك ان انت تدخل الباسورد علشان يفتح لك القائمة دي. لو كتبنا الباسورد بشكل صحيح هتلاقيه فتح لك القائمة بتاعة النتورك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي معانا النهاردة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.